السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا حلقة راح تكون خاصة بدائرة الحماية الاجتماعية. حتى ما انسى لكم صيام مقبول، رمضان كريم عليكم ان شاء الله، وتقبل الله الاعمال والطاعات في هذا الشهر الفضيل. احنا دائما معتاد في اعلان البرنامج ان يكون كل سبت الساعة 9 مساء، لكن في رمضان المبارك تم تغيير الوقت فقط لهذا الشهر، ان يكون كل سبت مباشر في تمام الساعة 4 عصرا بعد رمضان، بعد العيد يعني، راح يرجع البرنامج كالمعتاد كل سبت الساعة 9 مساء ان شاء الله. بس فقط للتنويه، بعض الدوائر الدولة يتم مناشدتها، وخاصة مثلا وزارة المالية إلا موافقة الوزير، والوزير يعني قصد الوزيرة طيف سامي، والوزيرة ما مضتهم صلاحية. طبعا تعرفون أنتم هواي مشاكل في وزارة الصحة، يعني دوائر متعددة، منها هيئة التقاعد الوطنية، المصارف، الكثير تجينا من مناشدات. فلهذا السبب احنا نعتذر من المواطن كون الخلل عند الوزارة، عند الوزير، عند مدير الإعلام الوزارة، مو متعاون. فلهذا السبب احنا من نروح نزورهم، تجينا رسائل ومناشدات بأنه حلقة يا ريت تكون بوزارة الدفاع، بوزارة المالية، خصوصا التقاعد الوطني. يا اخوان، يعني احنا في هذا الشهر الفضيل يعني بكم نعتذر جدا، يعني ما نقدر نقضى حوائجكم لا في وزارة الدفاع اللي أصلا غالقة أبوابها من الوزير إلى آخر موظف، ولا أيضا وزارة المالية اللي أصلا ممتنعة امتناعا كامل بتقديم خدمات عبر الفضائيات. وأنا هذا ما خلينا أمام مفترق طرق بصراحة مع هذه الوزارات. مع العلم رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشاع السوداني أفاض بالموضوع وقال بأنه كل دوائر الدولة هي مفتوحة لوسائل الإعلام. هسه شنو هذا الخوف؟ ما تعرفه. هذا الخوف الكبير من الإعلام أن يدخل في وزارة أو في دائرة معينة، هذه الإشكالية. فهي دعوة لرئيس الوزراء، أصلا ما راح ندعي الأخت الوزيرة أو الأخ الوزير. رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشاع السوداني أو الأخ ربيع نادر مدير المكتب الإعلامي. أتوصل هاي المسألة. ليش الوزارات هي ما تقدم خدمه؟ اذا انت شلون تقدمها؟ طلع يعني نتاجات الحكومه، عمل الحكومه، اجراءات الحكومه، تبسيط الاجراءات الحكوميه، هاي كلها ما تردون تطلعوها؟ اذا نوقف المواطن، خليش يحكي من حقه، لان طرف. اما انتم الطرف الاول ما تردون تطلعون، فمشكلتكم بعد ان شاء الله. ومن هنا راح نرفع الراي على وزاره الماليه، وزاره الدفاع، وبعض الوزارات المتركه لا نعلنها بالاسماء، ما عندنا شغل عمل، هي فضائيه وقدام كاميرا ونسولف. واللي يجينا نخليه على راس، اللي يقدم خدمه كل الهلل، مثال الاخوان في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه والاستاذ علاء شامل غضبان، مدير قسم البحث الاجتماعي في اداره الحمايه الاجتماعيه. اولا شكرا لك، صيام مقبول، وشكرا على الدعوه. اني اشكرك واشكر قناتكم الكريمه اللي اتاحت لنا هذه الفرصه حتى نخلي المواطن على درايه ببعض الامور اللي تخفى عنه. جزاك. واني اقدم تحياتي بالبدايه لك، رمضان كريم عليك، ورمضان كريم على مشاهديك الكرام، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم في الاجابه. احسنت، شكرا جزيلا. انا حتى قبل ان انتقل الى الاستاذ علاء فقلت له شكرا على الدعوه، المفروض شكرا على تلبيه الدعوه. شوف هذا رمضان ايش يسوي؟ هاي تخلونا بالاربع العصر نسوي برنامج، وش تقول؟ حتى الضيف خطير شنو ذنب؟ بس حلو ان يكون الخدمه في شهر رمضان بالذات، فهو هذا مضاعف، اجر مضاعف ان شاء الله. استاذ علاء، خلينا نبدا من البدايه. يعني اكو ناس ما تدري عن الرعايه او الحمايه، هو اعانه وليس راتب. حتى نفهم الناس. يعني كثر ما اشتغلت، اول حلقه من حلقات برنامج المعقب كان في احدى القنوات الفضائيه 2009، اول حلقه كانت في الحمايه او الرعايه الاجتماعيه، كان استاذ عبد اللطيف عصام، الله يذكره بالخير، استاذ عصام. نعم.
هذا الرجل اللي قدم عليه يعني رجل كان عمارة. كان مدير عام دار كان اجتماعي اول حلقه كانت وياه، فإن لكم اثر في داخلي في هذا البرنامج يعني. الله يخليك. فخلنا نعطي معلومه للمتلقي، يعني شنو اليه التقديم اولا؟ نعم. وهل التقديم مفتوح؟ هو انا السائل. نعم. هل اكو تقديم؟ لا. نعم. بالمناسبه اني اشكرك انه طرحت هذا الموضوع، موضوع انه الاعانه شنو، انه احتساب راتب عند المواطن، تفكير انه هي راتب شنو. صح. بالمناسبه تفكير المواطن بانه هذا يعتبر كحق، يعني يحاول انه كل مواطن عراقي انه يحصل عليه، ان كان فقير او ان كان غير فقير. فلذلك احنا قاعد نشوف انه عمليه التقديم على الاعانه الاجتماعيه تلاقي زخم جدا كثير. طبعا. احنا بدينا يعني بدايات الحمايه الاجتماعيه وبدايه منح الاعانه الاجتماعيه كانت وفق قانون 126 لسنه 1980، كان ذات القانون يشير الى فئات معينه، انه الارمله والمطلقه فيما يخص النساء، الارمله والمطلقه وزوجه المفقود، وفيما يخص الرجال اسره معدومه الدخل، كان هسه بهذا القانون الجديد. وكانت فئات اخرى تخص الرجل العاطل عن العمل، العاجز، ذوي الاعاقه والاحتياجات الخاصه اللي يشترك بها المراه والرجل ايضا. عندي تطبيق قانون الحمايه الاجتماعيه رقم 11 لسنه 2014 تغير مسارات وتفكير منح الاعانه الاجتماعيه، بدينا انه ننظر الى مستوى خط الفقر. كانت هنالك توجهات جدا عاليه من قبل اللي كانوا في وقتها مسؤولين على ملف الحمايه الاجتماعيه، وبالخصوص السيد دوله رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، لان في وقتها كان وزير العمل والشؤون الاجتماعيه في وقتها، لغرض تطبيق قانون الحمايه الاجتماعيه والعمل وفقا لما نص عليه هذا القانون، انه تمنع الاعانه الاجتماعيه للاسر التي هي التي تعيش دون مستوى خط الفقر. كانت البدايه بدايتنا لهذا الامر انه شن القاعدة القديمة اللي تحتوي كانت بحدود تقريبا 400 ألف أسرة من القانون القديم إلى القانون الجديد. القانون الجديد ينص على أنه لازم تنبحث، أنه بحث سنوي وبحث ديموغرافي باستمارة تعودها وزارة التخطيط، تعودها هيئتنا بالتعاون مع وزارة التخطيط. نعم. نعم. سرنا بهذا المنوال وتقريبا شملنا فوق 400 ألف أسرة في وقتها. استطاعنا يعني ولو انه بدايه هي بدايه تنفيذ هذا القانون، واجهتنا بعض المشاكل الفنيه، لكن الحمد لله تجاوزناها، وحاليا احنا دا نسير وفق القانون ودا نشمل الاسر اللي هي دون مستوى خط الفقر. يعني تشمل اسره لافراد، يعني هسه انا مثلا رب اسره. نعم. وانا تحت خط الفقر. نعم. تشملني كل عائلتي لو بس انا. قانون ينص على انه الاسر والافراد. الأسر اللي هي الزوج والزوجة والأبناء، أو الزوج والزوجة فقط، أو الزوجة والأبناء، أو الزوج والأبناء، يعني عند وفاة الزوجة تكون أسرة. صح. يعني بشكل، أو الأفراد اللي أصلا عندهم يعني أنه ما لهم معيل اللي يعيلهم، مثلا كبار السن. إيه كبار السن أو العاجزين أو ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، هذا لهم عناية خاصة يعني في هذا الموضوع، يشملون على شكل أفراد. أفراد. نعم. زين أنا رب أسرة ما عندي، بس ابني. نعم. او بنتي، المهم عنده موظف هو. نعم. انا انشمل لو ما انشمل؟ القانون قانون يتعامل ويا الاسره والافراد القاصرين، يعني الاسره كبار. نعم. كبار خارج نطاق الاسره، لانه احنا نعتبر بانه الكبير، الشخص الكبير انه متزوج، متزوجه، الى خصوصياته معينه، فاحنا نتعامل ويا الاسره، الاب والام والافراد القاصرين اللي موجودين عنده، فنتعامل ويا الدخل اللي يتحقق الزوجه والزوج. جيد. زين شلون ايش قد الدخل مال يعني للشخص الواحد؟ ايش قد اعانه له شهريه؟ بالمناسبه هو القانون يشير له انه كانت الاعانه هي 420 ألف شهريا، يعني لكل الاسره. لكل الاسره، ان كان فرد او اكثر من لا 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 اللي تتكون الاسره اللي تتكون افرادها من 5 أفراد، زوج وزوجة وثلاث أبناء. هي تبدأ تدريجيا 125 إلى 175 وإلى 400 وكذا إلى 420، لأنه التخصيصات المالية قليلة. صدر في وقتها يمكن أعتقد في سنة 2018 على ما أتذكر، أنه تكون الإعانة 100 ألف للفرد.
والزوجة يعني الآن توصل 175 ألف. حاليا جت زيادة للأسرة اللي يعيلها الرجل. أي سنة؟ يعني بحدود تقريبا بال 22 يعني 22-21 كان هذا الموضوع، أنه 100 ألف للأسرة اللي يعيلها الرجل زيادة، و 100 ألف للأسرة اللي يعيلها قطعية. نعم قطعية. أصبحت الأسرة اللي يربوا أسرتها الرب رجل 175، أما الأسرة اللي رب الأسرة تكون مرأة 325. جميل ممتاز. هنا المطلقات في أي؟ نعم لا، دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة. أي احنا بالمناسبة دائرتين، دائرة الحماية الاجتماعية اللي تختص بالرجال والفئات اللي انتم بيها. اي نعم. والدائرة الثانية اللي هي دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة اللي تختص بشؤون المرأة. انه المطلقات، الأرامل، زوجة المفقود، أسرة النزيل، يعني اللي زوجها مسجون وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ايضا نساء المهجورة، واي فئات يعني للمرأة. هاي كلها مشمولة؟ كلها مشمولة اذا طبقت عليها، اذا طبقت عليها معايير خط الفقر. ها يعني مو العنوان؟ لا لا لا، العنوان الرئيسي وهي مطلقة. لكن هذه المطلقة مرة تكون امورها جيدة، يعني الزوج اللي يتوفى عافلها اللي يكفي الأسرة، فما يحتاج الإعانة الاجتماعية، أو عندها معيل أبوها وأمها وأخوانها يعني متمكنين، فما يحتاج الإعانة الاجتماعية. فقياسا أنه الأسر اللي تحمل هاي الصفة الفئوية تكون دون مستوى خط الفقر. جميل أستاذ علاء، أكيد أنت رئيس قسم يعني البحث الاجتماعي، وأنت أصلا قبل أكيد طالع باحث اجتماعي. نعم. لأنك تدرج أكيد طبيعي. نعم. ومنطقي يعني. شنو العواقب اللي تشوفوها اثناء البحث؟ شلون تعاون المواطن وياكم؟ هل هناك مثلا احتيال على القانون موجود؟ يعني اسمع هوايه هناك قضايا هي داخله في التزوير، داخله بالابتزاز بالاموال، والناس عندها مشاريع، مجاميع يعني، مو شخص شخصي، لا عندها كان مع عمال يجي برايس شهري ياخذ اموال. يعني انا هاي تساؤلات ممكن نجاوب عليها. عمل البحث الاجتماعي عمل جدا متعب يعني صح. يعني الباحث يروح مناطق نائية، يدخل في مناطق نائية، يتعرض إلى خطورة. أيضا موضوع أنه الباحث إذا كتب على فد مواطن وقال هذا لا يستحق الإعانة، أيضا يتعرض للتهديد وغيره وغيره. هذا كوش حالة؟ هواية هيك حالات، يعني يجي المواطن ويصيح وكذا ويشتم، أو يقدر يتعرف على الباحث أنه يكون من المنطقة اللي قريبة ماكو، حتى يروحون عليه يعني يهددوه. عاشر. اي نعم. احتمال فصل. احتمال اي شاكري. نعم. نعم. يعني في مجال الحديث أتذكر فد قضية قبل تقريبا 3 أيام اجتي شكوى على باحث. شنو الشكوى؟ أنه الباحث طلع على شخص ولقاه فوق مستوى خط الفقر، يعني اموره زينه وهذه. لكن لصدمه الباحث، عفوا لصدمه المواطن، لانه انقطعت عن الاعانه صارت عنده سكته قلبيه. لا اله الا الله. فانا اطلب الشكوى من على الباحث لانه هي ادعى هذا الادعاء. لا اله الا الله. نعم. وكل صح صح. اي والله. لا مو جامله. اي والله. انا بالمناسبه يعني هاي الامور تمرر علي قبل لا تروح يعني للسيد المدير العام يعني في هذا المجال. فالشكوى رفعت طبيعيه وطلعت لجنه وتاكدوا انه الامور الماديه لهذا الشخص جيد، يعني ما غلطان الباحث كان. لا اله الا الله. فمفهوم الاعانه احنا بدايه الحديث من قلنا انه مفهوم الاعانه عند المواطن ضبابي. ايه؟ يعتقد بانه راتب صح، تقاعدي، حصته من النفط، حق مغتصب يريد يحصل عليه بكل الامكانيات. فشي يحاول بالمناسبه هم ينقسمون الى قسمين. مرة يكون متحايل 100% بحيث انه هو اموره زينة جيدة وما محتاج لعانة، يقوم يفتر يعني زايد خير. احسن زايد خير. زايد خير انه يا ابي نحصل هاي. حصلنا اي صحيح. ومرة لا، هو وضعه تعبان، لكن شي يعتقد بانه الباحث مين راح يطلع عليه، لانه مثلا قاعد ببيت زين، هذا راح يقول يكتب على البيت يقول هذا عندي بيت وراح يقطع. الفقر مو هيك، يعني احنا اليوم مثلا اذا ننظر لابو الحواسم مو معناته انه ما ننظر لابو المدينه يعني وابو الزيونه وبغيرها. يعني الفقر هو بكل مكان اليوم. صح. الانسان معرض الى هواي امور، معرض الى انه الازمات الاقتصاديه، يقعد من الشغل،
بطالة ما عنده، أموره تعبانة. لا لا، حتى خلنا نتفق على شيء. البحر كان سبحان الله في حفل خطوبة لحد أخربانا أرحامنا، فأحد السادة المعممين بعد الفطور عيني بس يقول وين الكورة بعد الفطور، فطرنا مو خطاب شبيك يا المخرج. فمرة تحدث بشكل السيد المعمم قال بأنه الفقر مو معناه أني يعني ما إلا ما عندي راتب، حتى لو عندي راتب لكن ما يكفيني نهاية الشهر. وتعرف هسه المولدة بصفحة، أطفال ومدارس بصفحة، وما شاء الله لين التعليم الحكومي بدأ صار بائس، فاضطرينا احنا كآباء حول أولادنا إلى مدارس الأهلية لأن شوية عددهم أقل الطلاب، مو كل شيء اهتمام عالي بس الطلاب عددهم قليل فالمدرس يقدر يدرسهم المعلم، فاضطرينا نودي أولادنا من المدارس الأهلية، صار ثقل على الميزانية. موازنة الدولة ما تطلع بعد ما بيكون، فميزانية مال موظف انت اذا قسمت هاي طريقتك او هاي تالي يمكن يا دوب ان توصلك الى نهايه الشهر. صح، هذا فقير يعتبر. صح، بوجهة نظر السيد المعمم الرجل يقول هذا فعلا ان يقدر ان واحد ينطيه لان هذا فقير. صح، فانتم هذا تعتبروه مثلا بالحمايه الاجتماعيه تحت خط الفقر لو شلون قياسكم؟ احنا يعني كدارة حماية اجتماعية مع العلم ما نعرف وزارة التخطيط لها علاقة. اي نعم نعم، بس يعني بشكل عام بالمناسبة عندنا احنا قضيتين، قضية استمارة البحث الاجتماعي اللي الباحث الاجتماعي يستخدمها حتى يملي البيانات والمعلومات، هاي الاستمارة تروح ترسل الى وزارة التخطيط يجرى عملية تحليل وفق معايير معينة وضعتها وزارة التخطيط تأكد انه هذا الشخص دون او فوق مستوى خط الفقر. الامر الاخر ايضا اكو شيء اسمه القياس، قياس الباحث، انه بزياره الباحث الميدانيه يطلع يخرج الباحث الى منطقه معينه كزياره شخص مكلف بزياره شخص، ينظر الى الوضع المادي، الوضع السكن، وضع الاطفال، عدد الاسره، ايضا عمليه السؤال بين للمنطقه انه اموره كذا، شنو شغله، شنو عمله، دا يحقق مورد يكفيه هو واسرته لا، هنا يصير التحديد يعني تقريبا قياسي تخميني بالنسبه للباحث الاجتماعي. الامرين نعتمد عليهم بهذا المجال، دراسه الحال بالنسبه للباحث الاجتماعي واستماره البحث الاجتماعي اللي ترسل للتخطيط. جيد. اكو وجبه جديده استاذ علاء؟ انا سمعت قالوا تتاخر، اكو ناس قالت اصلا ماكو انتهت، ماكو وجبه. نعم. شنو قضية؟ بالمناسبة أريد أن أنوه في القضية، قضية أنه عمل وزارة العمل والاجتماعي ما يتوقف. زي. يعني إحنا بنقول هذه آخر وجبة، من المستحيل هذه آخر وجبة. آه. نعم. أنتم فاتحين تقديم؟ هسه حالياً مفتوح التقديم الإلكتروني للمرأة، موجود على الإنترنت تقدر تقدم، وللرجل التقديم الورقي موجود عادي يعني. بعدين. نعم، تقديم ورقي طلب للسيد الوزير ويحال إلى دائرة الحماية الاجتماعية ونقبل طلبه. يعني هسه احنا ممكن نقول هاي اخر وجبه تسلم؟ لا لا، احنا مو قلت لك احنا ما عندنا شيء يقول المخرج هذا مرضته والله. احنا ما عندنا شيء اسمه اخير وجبه. بالمناسبه احنا شغلنا يعني اخذ وعطاء، يعني شلون؟ صح، يعني اليوم بالمناسبه الوضع المجتمع غير يعني استقراريه، ما عند المجتمع مره كل شخص ما عنده استقراريه بحياته، مره يكون في يسر ومره في يكون في عسر. صحيح، متقلب. نعم، فعمل الحمايه الاجتماعيه عمل دؤوب مستمر، انه ينظر الى هذا المجتمع، اي ازمه تصير عنده او افراد هذا المجتمع تصير ازمه عنده لازم يعالجها. فموضوع انه الوجبات اللي تفضلت حضرتك وطرحته، موضوع الوجبات احنا كل سنه تقريبا انه تنطلق عده وجبات، سنه 2022 انطلقت 9 وجبات، سنه 23 انطلقت 6 وجبات. سنة ال 24 ان شاء الله منتظرين التخصيصات الماليه اللي راح تمنحها لنا وزاره الماليه. يعني على موازات 24؟ نعم. لو اكو مثلا مداور؟ لا ما عندنا شيء مداور، احنا عندنا التخصيصات اللي تجينا من الموازنه العامه نقدر نستطيع انه نحلها. بعد فتره اقل شيء تاكله في 5 اشهر 4 اشهر اقل شيء يعني حتى تطلع الموازنه. احنا مشكلتنا يعني شرعوا القانون يعني بالتشريع القانوني انه احنا عندنا صندوق الحمايه الاجتماعيه في هذا المجال. صندوق الحمايه الاجتماعيه ارتباطه وين؟ بوزاره الماليه، يعني انه ايضا يخضع للحسابات الختاميه والاستلام والتسليم وهكذا. تمام. شنو الخدمات اللي تقدموها للمستفيدين؟
حاليا في الوقت الحاضر؟ يعني حاليا بالتأكيد يعني. نعم. احنا بالمناسبة يعني وخاصة هيئة الحماية الاجتماعية تحظى بدعم كبير من وزير العمل والشؤون الاجتماعية دكتور أحمد الأسدي، وأيضا دعم كبير من دولة رئيس الوزراء. نحاول جهد الإمكان أنه نوفر جهد الإمكان يعني أفضل الخدمات، أنه نحاول أنه نحصل على بعض الخدمات الإضافية حتى نقدمها للمواطن. بالفترة الأخيرة تم توزيع بحدود تقريبا 20,000 حصة لحم أضاحي العيد اللي جت أضاحي العيد العراقيين اللي راحوا للحج. توزعت 5,000 في محافظة بغداد، 5,000 حصة تحتوي على الحصة على 3 كيلوات لكل أسرة، يعني لكل شخص، المسجلين بدارة الحماية الاجتماعية. أما بقية المحافظات كانت أعتقد يمكن السماوة يمكن، وأعتقد كانت الديوانية، وأكو محافظات ننظر لها أنه هي أشد المحافظات فقرا، كانت حصصهم بحدود تقريبا 15,000 لكل المحافظات، 15,000 أسرة. أيضا الحصة الرمضانية في هذا الشهر الكريم وزعت دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة حصص رمضانية، غذاء، زيت، عدس، تمن، يعني للأسر الفقيرة. وأيضا دائرة الرجال أيضا بهذا الخصوص، أيضا ملابس تم توزيعها من قبل دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة. موضوع الضمان الصحي ايضا دنسير بخطوات، يعني سبحان الله انكتبت هسه الضمان الصحي. اقول انا سمعت اكو شيء ايجابي بالنسبه للمستفيدين بانه مجانا. نعم، ضمان الصحي، ضمان الصحي قلت لك احنا يعني ناخذ دعم جدا كبير من دوله رئيس الوزراء بهذا الخصوص. فوجه مجلس الوزراء وزارة الصحة لغرض تخصيص عيادات شعبية ومستشفيات ومستوصفات لغرض أنه استقبال المواطنين من ذوي الإعاقة، العفو، من اللي من المستفيدين من الحماية الاجتماعية. حاليا بحدود تقريبا بدأ الأمر ب 90,000 أسرة، حاليا بحدود تقريبا 200,000 أسرة، وإن شاء الله العدد مستمر في الزيادة في بغداد والمحافظات. نعم، مجانا، عمليات مجانا، العلاج مجانا، مستشفيات الاهليه. نعم مستشفيات اهليه ايضا مجانا، يعني الجناح خاص ايضا مجانا. صح. نعم. استاذ علاء، يعني انتم بالمستقبل اتفقتوا ويا وزاره الصحه وصار حديث وياها بان ممكن كل المشمولين او المستفيدين بالاعانه يدخلون مجانا للضمان؟ نعم نعم. بالمناسبه احنا ايش عندنا بحدود تقريبا حاليا صار 2,150,000 يعني مستفيد دارة الحماية الاجتماعية، الرقم جدا هائل يعني بهذا الخصوص. احنا مثل ما اعلن السيد الوزير وزير العمل والشؤون الاجتماعية استاذ احمد الاسد المحترم، هذا العام عام الاسترداد، يعني استطعنا انه خلال فترة وجيزة بحدود تقريبا 150,000 اسرة نخرجها من خلال التقاطعات بهذا الخصوص. وهاي هاي الطعمه الكبرى اللي عندكم، يعني نعم. التقاطعات والموجود اللي هو زوجات اشكلنا عليه. نعم، زوجات المستفيدين اللي هن نعم. موظفات اللي باسمائهم سيارات. بالمناسبه يعني احنا بطار التحايل، يعني انه الزوج ينقل ملكيه سيارته من يم زوجته. أيه. هو 2023 عنده، 2022 منقلها لزوجته. يعني زين، اذا هذا عده 22 23 سياره، لا شنو الملكيه اللي عنده؟ هسه تمام، الله يسر العصمه بيد المره، وياخذ تاخذ السياره وتروح. يعني هو يقول ما يخاف من نقل الملكيه والسياره. انه متابع شبيه. وهيك عنده هاي الاموال يريد اعانه؟ شلون عفوا؟ هيك عنده اموال وسياره وكذا. طبعا. بالمناسبه اتصور يعني مره من المرات انا قلت حضرتك كنت باحث، مره من المرات طلع على صايغ ذهب. صايغ ذهب يستلم اعانه اجتماعيه. نعم. زين. عامل عند الصايغ. صايغ هو واقف، سالته قلت له ايش المثقال؟ كان بوقتها في 350,000 دينار. قلت له ايش قد تاخذ على المثقال صياغه؟ قال 50,000، باعت عليه. كانت الاعانه بوقتها 100,000. نعم. قلت له زين انت لاحق على الفقير هسه انت مثقال ب 50,000 بدي اصوغه، لاحق الفقير على 100,000. صفن علي قلت له منو؟ قلت له انا داره الحمايه الاجتماعيه، انا باحث اجتماعي. الشخص كان كنت خربط حتى ما يقدر يقول انا فقير لانه نص الذهب يعني. الله يصير زين. جيد، يعني الدراسه هم لكم فتشان بها بانه اللي
طلاب المدارس كذا المستفيدين يعني. نعم مثل ما حضرتك تعرف انطلقت المنحة الدراسية للطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية يعني أبناء المستفيدين. هذا الخصوص احنا قرار مجلس الوزراء انه منح أبناء المستفيدين منح دراسية لغرض مساعدتهم أو تقديم بعض المساعدة لتوفير بعض احتياجاتهم. كانت الابتدائية 30,000، المتوسطة والإعدادية 50,000، الكلية 100,000، الدراسات العليا 150,000. أيضا موضوع أنه التخفيض الدراسي للطلاب المسائي أنه تتخفض أجور الدراسة 50%، هذا أيضا قرار من مجلس. نعم ايضا موضوع انه منح ابناء المستفيدين اللي بحدود تقريبا يطلع معدلهم 94 ثلاث درجات على المعدل حتى يقدر يدخل كليه الطب وغيرها من الكليات اللي يرغب بيها. وان شاء الله الايام القادمه راح نلاحظ انه اكو خدمات اخرى ايضا للطلاب لغرض تشجيعهم على الاستمراريه بالدراسه ودعمهم. زين بالنسبه للطلاب اكو عمر افتراضي مثلا قبل العمر حتى نمنحه لو ما نمنحه بعدين قطع الاعانه؟ هو الـ 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 الابن نتعامل وياه انه ابن قاصر سن القصور يكون لغايه 18 سنه يعني دون 18 يكون قاصر. واضح. عنده بلغه فوق 18 سنه تقطع عنه الاعانه مهما يكون السبب تقطع عنه الاعانه ويستطيع انه يقدر لانه يعتبر بسن العمل يقدر يشتغل زين كمل دراسته اذا لغايه الدراسه الاعداديه قانونا فقط؟ نعم لغايه الدراسه الاعداديه تستمر الاعانه حتى لو بلغ 18 وفما فوق. زين يعني اقوى ما يسمونه ذوي الاحتياجات الخاصه نعم شلون تحسبونه لهم؟ لجنه؟ ذوي الاعاقه والاحتياجات الخاصه لهم رعايه يعني تختلف عن باقي هذا ربحته هو الهدارة بحتى هي ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة اللي تمنح بعض الخدمات مثل راتب المعيل المتفرغ وفق قانون 38 لسنة 2013 أعتقد. أيضا أكو خدمات الجواز العفو بطاقة السفر تذكر مع السفر نصف السعر. أيضا الأجهزة الطبية اللي مساعدة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة هذا موجود طبعا. أيضا موضوع السفر خارج العراق وايضا موضوع الخدمات اللي تتعلق بالسياره انه يستور السياره بدون انه لم ياخذ من عنده لا ضريبه ولا قمرق ولا سعر الرقم. ايضا المرور تفريغ الاب يعني اذا كان موظف يتفرغ سنه كامله يعني وتستمر له ما دام هو يعتني بذوي الاعاقه والاحتياجات الخاصه يعني يصير راتب الا لو زوجته أو ماكو لا الموظف فقط التفرغ من الوظيفه براتب تام. اما الغير موظف يمنح راتب المعين المتفرغ. ممتاز يعني قرارات انا اشوف الصب صالح يعني فعلا تعينهم يعني على هي مو بس هي نعم هي تعينهم بس هي مغريه للي متشم لهاي الامور يعني عشان اعوق روحي واخذ صير مغري اكثر. لا احنا من تطرقنا الموضوع انه الاعانه مفهومها اذا كانت الخدمات بعد راح تضيف ايضا امتيازات لهذا الفئه. الشخص الميسور ماكو يحاول انه يحصل على هاي الخدمات بس حصل على الاعانه او حصل على المعيد فرق تحصل على هاي. عندنا المخرج الاخ علي يعني يحتاج اعانه راح اطقه بسياره دعمه حتى ياخذ هاي المغريات والله سعيد جدا اذا ياخذها. بالعافيه عليك الله. زين اكو قروض مستفيدين؟ بالمناسبه قرار مجلس الوزراء بخصوص انه دعم او تقديم الدعم المستفيدي الحمايه الاجتماعيه او الاسر اللي يعيشون مستوى الفقر من ضمن هذا الدعم ما ورد في الموازنه انه تخصيص مبالغ ماليه لمستفيدي الحمايه الاجتماعيه لغرض منحهم قروض لانشاء المشاريع الصغيره المدره للدخل. فتحنا رابط وكان التقديم يعني كبير بهذا المجال لكن الناس من اجتي وشافت الشروط مال المنح القرض تراجعت. شنو هو منح القرض؟ انا من انطيك قرض حتى تبني لك فد عمل معين او مشروع معين. هذا المشروع راح يدر عليك دخل، انا خليت بحدود تقريبا ثلاث اشهر لك سماح انه تستلم اعانه اجتماعيه من عندي. لكن ويا ما يوقف المشروع على حيله وتستطيع انه تحقق مورد دخل من هذا المشروع
أنا مباشرة أنا أقطع الإعانة عنك. هذه هي شروطنا جميل. هذا المجال الناس اللي جتي اعتقدت بأنه الإعانة الاجتماعية راح تستمر لهم وراح يقدرون يسددون القرض من مبلغ الإعانة راح ينمنح لهم. فلذلك تراجعت العالم وشوف جدا قليل اللي يعني سمح تقدم على القروض يعني أخو هالدرجة إيه نعم. بس أنت بالتالي راح تفتح مشروع مو أنا قريت هو كان من ضمن منهاج الحكومي نعم من ضمن منهاج الوزاري نعم 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 فأنا قريت وقت ما قريت المنهاج الحكومي قريت هاي الفقرة كلش عجبتني بصراحة يعني نعم. فكرة حلوة أنا حتى ما أصير باب من أبواب اللي الكسل الإنسان يعني أنا طيعانة وهو عنده إمكانية أن يعمل نعم. بدأ يسوي له يعني باب رزق نعم. تفضل هاي الأموال وإذا مو كافي إحنا همات نتابعه ياك وزارة العمل نعم. وننمي هذا المشروع وافتح تصير عندك باب رزق وصير عندك مهنة ممكن نعم. بالمناسبة تتكلم احنا خلينا 3 اشهر سماح للمواطن من يعني بعد ما ياخذ القرض تستمر للاعانه 3 اشهر ورا 3 اشهر يصير عمليه تقييم احسنت تقييم نقيم المشروع اللي على اساسه اخذ المبلغ القرض شوفه در له من الدخل بحيث انه يقدر يستغنى عن الاعانه يعني هذا هنا راح تسمع من عنده لازم تسمع منه ومن الاطراف اللي وياه بالعمل حتى تقيم مو زيارة ميدانية تطلع على لجنة خاصة وزيارة ميدانية وتكشف على المشروع وحيثيات المشروع وتكشف على العمل اللي دي يقوم به وحتى أيضا يعني دراسة حال يعني طبيعي مبلغ الكل جيد أعتقد يعني وصل هو القرض 30 أو 40 مليون هيك على العدد يعني تتوقع ما يسوي له مشروع يعني معين لا يستطيع أنه المشروع بس بالمناسبة اليوم اللي الناس هسه اللي موجودة لو طبقنا القانون بحذافيره انه بالمناسبه انه وفق القانون وقانون الحمايه الاجتماعيه رقم 11/2014 اذا منحت هذا الشخص فرصه عمل او فرصه الحصول على عمل او انه يحقق دخل معين 3 مرات تقطع عنا الاعانه نهائيا اها يعني ما تستمر له لانه انا يعني انا اوفر له فرصه عمل يجي ما ياخذها بعدين اوفر له فرصه عمل يجي ما ياخذها والثالثين ما ياخذه اذا سقط حقه بهذا الموضوع جيد هاي الفرص العمل تجي من التدريب المهني عندنا تنسيق ويا التدريب المهني دارة تابعه لوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه عندها ورش للتدريب تدريب يعني على كافه المهن مركز المعتصم وغيره من نعم صحيح بالمناسبه هي اداره مستقله عن هيئه الحمايه الاجتماعيه لكن عندنا تنسيق بس هي تابعه الوزارة تابعه الوزاره نعم لانه هي من زمان كانت هي دوائر يعني قبل تنشئ الهيئات هي ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وهيئة الحماية الاجتماعية كانت عبارة عن دوائر حتى الأحداث كانوا من ضمن الوزارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أيضا الضمان أيضا من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذه الدوائر دار التدريب تختص بما تختص بتدريب العاملين أو رفع قدرات المواطن اللي يجيها وبعدين تمنحه قرض حتى يفتح مشروع يحقق به دخل معين احنا توجهاتنا بهذا المجال انه ننسق ويا الدار المعنيه ايضا وردتنا تخصيصات بهذا المجال اللي عفوا قلت لك بها سابقا انه تخصيصات ماليه لغرض منح القروض للمستفيدين الحمايه الاجتماعيه وان شاء الله الوقت اللي راح يجي ان شاء الله راح نشوف يعني اكو عمل دؤوب وجديد بهذا المجال جيد اكو مراجعه الان في دوائركم دي راجع المواطنين هواي شو اسباب المراجعه متنوعه يعني اللي يروح المدرسه وما يلقى اسم ابنه مال منحه اللي لقيت هو مشاكل استاذ علاء طبعا اكو مشاكل السبب انه يعني مره يروح للمدرسه يقول له انت ما موجود يجي للحمايه الاجتماعيه نعرض له قاعده بيانات نقول له يا بالقيد مالته ما موجود او بالغ فوق ال 21 سنة فمو موجود عندنا بالقاعدة يعني ما ميسر بالقاعدة كملت كل قاعدة البيانات عندنا قاعدة بيانات كاملة بيانات جدا رصينة بيانات تختص بالزوج والزوجة والأبناء يعني مفصلة يعني بهذا المجال سلمت وزارة التربية كل التفاصيل سلمناهم قرص وزارة التربية وزارة التعليم العالي أيضا بهذا المجال نعم. ليش تعليم عالي تقول أصلا الإعدادية حدي مو التعليم العالي المنحة الدراسية اللي 100 و150 ألف يعني من تمنحها لازم تمنحها على اساس صح وايضا وزاره الماليه
ايضا وزارة المالية، لا وزارة المالية من تعامل وياها كتخصيص؟ ليش؟ احنا عندنا اموال، عندنا تخصيص قطعي من خزينتكم. اي عندنا تخصيص قطعي. احنا بالمناسبة اليوم هسه انا ودي احكي وياك اليوم، مو مليونين و150 دينار سولف انا وياك، باكر احتمال تلقاها مليونين، عقبة تلقاها مليونين و50، يعني بيانات متغيرة لانه اقسام عندنا بغداد والمحافظات تشتغل، تشتغل ايقافات واطلاقات. يعني مره يعني بدها تجينا مقاطعات نوقف، يجيب براءة ذمه ويجيب رقم مو ثابت. نعم رقم مو ثابت ماكو، لكن التخصيصات ثابته. شو يفضل من التخصيصات اخير السنه يصير تدخل طلبون شهاده حياه؟ لا احنا ما نطلب بيان سنوي، ما نطلب شهاده حياه. احنا عندنا الكيكارد الاصفر، الكيكارد الاصفر ما يشتغل الا بصمه الايد. طبيعي. وش عندنا؟ عندنا بيان سنوي. البيان السنوي لازم يعني وفق القانون انه لازم كل سنه ينملي بيان سنوي، يقدم المواطن اللي مستفيد من الحمايه الاجتماعيه بيان سنوي يشرح به حالته الماديه والاسريه. وش به بشهاده الحياه؟ تقريبا. وايضا تحديث المعلومات. نعم 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 نعم. بس بالمناسبه لانه الزخم يعني علينا شمول فما نستطيع انه نوفق بين الامرين، فلذلك شو بدينا؟ بدينا موضوع الوكالات، الناس اللي عندهم وكاله يعني ياخذ مستفيد ما يطلع بصمته. صح، وما يقدر يجي. ما يقدر يجي. فيجي عنده وكيل انه يبصم وياخذ الاعانه بمكانه، بدينا بيهم يعني نتصل بيهم، وجهنا بغداد والمحافظات بهذا الموضوع، يتصلون بهؤلاء اللي عندهم وكالات. اذا ما يستطيع المواطن انه يجي يروح للباحث البيت. شو يسوي له مشاهده عن طريق المشاهده او عن طريق الواتساب، يشوفه عن طريق الواتساب ويكمل البيان السنوي. ممتاز. هي افضل ممكن ان يكون تحايل بالموضوع. نعم هاي مشكله. احنا احنا لقينا هوايه متوفين ودا يستلم الحمد لله. يعني قريب محله يعني. نعم كان يعني يعني محافظه من المحافظات اللي هي تقريبا اذكر لك يمكن القضاء بلد والدجيل كانوا بحدود تقريبا 82 وكاله، بحدود تقريبا 29 وكاله متوفين دا يستلمون اعانه اجتماعيه. ها شنو اجراءاتكم القانونيه بحقهم؟ نسترد الاموال المتجاوز عليها بس. نعم وجد قاسان ما تحلو القضاء. لا كان كان قديما كان وفق القانون 126 كان يضاعف المبلغ. لا والله انا بصراحه يعني احس ولو باز يقول ايش في هذا الرجال، حتى يكون عبره للاخرين، حتى ما حد يكررها، لان هاي حق فقراء يعني. نعم انا ليش اخذ من حق فقراء؟ بالمناسبه احنا الاجراءات اللي متبعه من اقسامنا انه يستحصل الاموال اللي بذمته المتجاوز، يستحصل الاموال اللي بذمته، لكن الدعاوى القانونيه اللي تقيمها دوائرنا لحالات معينه مثل التزوير، تضليل معلومات. ليش ما يظل المعلومات؟ ويظل المعلومات، يظل المعلومات. انت على كيفك ويناسنا يعني على هاي قد ايش راح تدرس؟ اي والله لا مو هذا من يقول لك انا من يكذب على الناس ويقول لك هذا متوفي عايش وياخذ حقه، فهو اخذ حقه. اكو حق ناس مستحقه فعلا تريد تستلم هاي الاعانه لحد الان اكو ناس محتاجتها. صح. فهو ماخذ حقه، هو متمكن. فانا ليش ما حاسبه؟ نعم. لان اذا ظل شكل ما تفرض هيبه، اذا هذا اللي يبوق نور زهير وباقي مليارات وما حاسبه، واذا تجي هذا الجاف حمدي الجاف مو تي بي اي تبوق المليارات وما حاسبه، هسه يقول لك حق الناس. هسه انا مو داحكي هذا الحكي، والله هسه الناس اللي شاهدت شو يقول؟ انت ما حاسبت ام التي بي اي، ما حاسبت نور زهير وغيره وغيره وزراء خارج العراق، تحاسب الناس اللي تاخذ هاي ال 300 و400 الف اللي يبوق دينار مثل ما يبوق المليار ويبوق المليون، هذا القانون العراقي موجود. صح. انا اذا ما حاسب كبير، وهي طبعا مسؤوليه الدوله، مسؤوليه رئيس الوزراء، رئيس مجلس القضاء الاعلى، رئيس الجمهوريه، والله احيلهم اعدام. اعدم حتى يصير عبر. والله ودعتك على عاد هنزين مصري تعالي. والله العلي العظيم لو بيدي غير يعني هذا الوزير وغيره اذا كان مذنب واثبت القضاء او حمدي الجاب بانه سارقين، والله اعدمهم حتى يكون عبره، لان ماكوش دوله مكشوفه يعني ابوابنا مفتوحه للخيرين. شنو بالمناسبه؟ بالمناسبه عمل دائره الحمايه الاجتماعيه بالاساس هو عمل انساني. موضوع انه المتجاوزين، موضوع المتجاوزين عندنا يعني هواي امور نطلع بها المتجاوز، يعني مثلا انه استماره
البحث الاجتماعي اللي نرسله لوزارة التخطيط نقول هو فوق مستوى خط الفقر. موضوع السيارات هسه في الوقت الحاضر اللي وزعناه على بغداد المحافظات ايضا هذا ملف يخص الناس اللي عندهم سيارات. راعينا بموضوع السيارات القديمه هذا المجال. المواطن هو بهالاثناء يعني ما يعرف انه فوق او دون مستوى خط الفقر. فاحنا عندنا يعني عندنا مرونه بموضوع القانون، عندنا مرونه بموضوع طيبين قوي يعني. لا بس احنا مو جلادين. لكن انت هاي آفه وصار لها سنين تاكل جسد الوزاره، صح لو لا؟ صح. ان كان في وزارتكم ان كان في الحكومه العراقيه من تطلع لي 2 مليار دولار على وحده هي كبرها وتاخذ من عندك الاموال، هذا باموال نفط البصره اللي مليانه كلها سرطانات، هاي اموالها للجنوب، اموالها الغربيه، اموالها للشمال، من يجي واحد يبوقك عينك انت هاي شلون؟ السيد السيستاني الله يحفظه ويرحمه بالسقوط فبدت هاي الحواس الناس تاخذ بعضها. فقال لهم ما ماخذ كانما ولدته امه من جديد. هاي حق عام، هاي حق الناس. اتذكر الله يرحمه ابويا يرحمه الجميع. يقول لي فاخوي مهندس يعني اتمنى كان عنده حاسبه ما اكو اموال هذيك ورا السقوط. فقال له يا برد يقولون ادفع خمس وخذ الحاسبه. قال له بابا يا وقل لك هذا ابويا امي ما دارس بس بالفطره. قال له ابوي هاي مال العراقيين مو مال احد، لا مال صدام ولا مال غيره، هاي مال الناس. قال له تروح برذمتك من العالم كلها وخذها بالعافيه عليك. قال له لا ابوي حليمه هاي رجل اقتنع، اسمع كلام ابوه كذا وانتهى الموضوع. فالناس اكل اخذت سيستاني يقول لهم اللي ما اخذ كانما انولد من جديد. فانت هاي المشكله العظمى، انا متاكد كل الديانات والمقدسات ترفض هاي، صح ولا لا؟ سرقه اموال العالم. صح. فانت بالتالي قضاكم يكون صارح حتى يكون عبره. انا ليش يخلي هذا فلان وعده بالبنوك وعده بدبي وبغير دبي ويتونسون عوائلته بالحرام؟ اموال العالم. فانا اعتذر استاذ علاء شوي الموضوع جرني. علاء. لين ندعو من الله حسن العاقبة إن شاء الله. الحمد لله. أستاذ علاء كامل غضبان مدير قسم البحث الاجتماعي في إدارة الحماية الاجتماعية تابع على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. شكرا لك، شكرا لحضورك. شكرا جزيلا. شكرا لأنك تحملتنا. لا عادي. عادي يعني ما شكرا جزيلا. يلا. عفوا إذا مشاهدينا الكرام تقبلوا تحيات كادر البرنامج الأخوة في قسم العلاقات، شكرا لكم. وايضا في الاخراج الاستاذ علي وكل الاخوان الموجودين في الاستوديو. وتقبل تحياتي الى معدو ومقدم برنامج حزم الحربي. التقيكم باذنه تعالى يوم السبت القادم في الساعه 4 عصرا فقط في شهر رمضان، وبعد العيد سوف يعاد البرنامج على حسب التوقيت المعتاد في الساعه 9 مساء يوم السبت. التقيكم باذنه تعالى في امان الله.